تليمسان الذي التحق بالرياضة. استغل تعثر الرائد السابق والخبرة صنعت الفارق. كانت هذه أول الفرص. كثير من الفرص الضائعة. نعم. شريطية في هذه الكرة أيضا يضيع أمام تدخل الحارس، ثم انفراد المستقدم الجديد من أمل أربعاء رابطة بطريقة غريبة. ثم الاتحاد عدنبة ليس بالقوة كالعادة. في الشوط الثاني شريطية يسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.